السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله مع اخوكم يوسف من قناه جوزيف دياجي. المهم اخوت كما كتشوفوا معايا دخلنا دابا لعبه لورك موبيل. نتسنى لما ندخلوا اللعبه 21 ثانيه دابا. اوكي اخوت دخلنا اللعبة كما كتشوفو معايا، غادي نهبطو هاد لتحت ونشوف واش مازال اللاج، واش اللاج من الكاميرا او من OBS ولا من الكاميرا بالضبط. كنشوف دابا غادي يفلو، مكاينش اللاج. اوكي ولكن فلو كنظن فلو كنظن وقيلا فلو فلو فلو. اوكي البلاصة هادشي تال هنايا، هاد البلاصة هادي غادي نتاح ليها يعني ديريكت فحال قلت لها معنا معنديش، قلت لها على النص انت الخوت على النص. اوكي تعلاش 600 غتوصل 1000؟ غتولي بعيدة بزاف. يلا وصلت ل1000. غادي كنظن غادي يفلو، كنظن غادي يفلو الخوت. هادي اول مرة كنلعب بالكاميرا الخوت، بايت شحال من مرة كنتردد نلعب بالكاميرا، كنقول شهوما نبان في الكاميرا هادي هادي هادي، شحال حاجة كدور ليا في راسي كنقول شهوما ما عمري بنت في الكاميرا نبان في الكاميرا نقول حشومة. ماشي قضية كنحشام ولا شي حاجة، انا اصلا عندي قناة من قبل ما يدخلوا يوتيوبر اصلا كتبتو جوزيف تيامو، جوزيف تيامو غادي تلقاو القناة ديالي القديمة صايبة من 2004. القناة ديالي القديمة ساعة في الأول ما كانش هاد ديال خلاص التخربيق ما كانش، ساعة كتشد الفيديو كتلوح على اليوتيوب صافي، حتى واحد ما كان كيديها في اليوتيوب يعني من ناحية الفلوس. مش الحال وسام سبقني
أيتمان. أوه صدقني هذا ماذا أقسم. الراس اتنسيون نمبر وان نمبر وان اتنسيون نمبر وان اتنسيون نمبر وان رقم واحد فيصل عندك وراء يعني امامك فيصل أرد بالك هو تحت الدار تحت المنزل يا اخوان كل الشماية اوكي ستوب انا خلوك تشوف هل يا ماوت اختصار الخوت اختصرت لكم بزاف تضيعت الوقت حتى اصلا انا مت قوي الدراري لاعبين فيصل وواحد الباكستاني باقي واحد ولي باقي
يكون خارج الزون عندهم أو داخل الزون، ما أعرف شو دلوقتي. قتلوه. أوكي يا إخوان، كما تشوفوا معايا ربحوا الدراري. أوكي نايس نايس فيصل نايس. المهم الخوتي، إذا عجبكم الفيديو حلقة اليوم الأخ فيصل جاب الحلقة ديال اليوم كما كتشوفوا، والأخ باكستاني نايس ليهم نايس نايس، يستحقوا لايك لايك لايك، لعبوا مزيان كما كتشوفوا معايا فيصل هو المدمر نايس ليه. المهم اخوتي، اذا عجبكم الفيديو حلقة اليوم ديرنا لايك، فضلا منكم وليس امرا من الخوت، وما تنساوش الخوت يعني كاين فلوج جاي ان شاء الله. المهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.